سامحتك كتير. هالاغنيه الحلوه سمعناها منك اليوم من الموسى، بدايه ان شاء الله الاطلاله الحلوه اليوم. تسلم وشكرا. كثير حلو فستانكم، اكيد نحب نوجه تحيه لبوتيك تي اند اي يلي عم بلبسكم، وايضا ملبس اليوم الست امل وبمساعده الستايلست توفيق سعيد. منال، الاسبوع الماضي طلبتي منه يراجع قلبه، واليوم عم بتقولي له سامحتك، شو السيرة؟ والله بصراحة أنا يعني إنه مش عمال أقول لحدا إنه سامحتك، عم بقول للناس يسامحوني لأنه جننتي بالتصويت. هاي هذا دليل محبة منال أكيد من الناس. أكيد دليل محبة، وبدي أوجه تحية لكل شخص دعمني ولو بصوت، بدي أقول لهم لولاكم أنا بكونش واقفة هون، شكرا لكم كثير. كل الاحترام. دكتور غاوي، شو رأيك اليوم بصوت منال؟ لا صوت منال احنا اتفقنا من زمان انه الصوت هذه كلياتها رائعة اللي عم تطلع علينا، ولذلك يعني اذا اسا بنقول انه صوت منال مش نافع معناته ليش احنا قعدنا اصلا بجلوجي من اول، هدول متألقين من ناحية الصوت تبعهم. وده هالليلي في بالموسيقى شيء اللي بسموه بنهاية المقطوعة الموسيقية، مشان ينيها اي موسيقي واضع لحن معين، في شيء بالموسيقى بسموه الكادينسا، وعادة هي بتنتهي في تآلف الأول لسلم الموسيقى، ويليه التآلف الرابع، ويليه التآلف الخامس، ومن ثم يركز على التآلف الأول، وهيك بتنتهي. وإحنا بنعرف كموسيقيين بتنتهي، بنعرف إنه انتهت القطعة الموسيقية، لكن إذا الموسيقي ما بده ينهيها بحط التآلف الأخير بدل ما يرجع للأول، بحطه التآلف السادس من السلم الموسيقي حتى يقدر يستمر فيما بعد، يعني هذه بتبطل كادنس. والغلطة تبعت منال في هذه الأغنية إنه كانت في كل نهاية جملة موسيقية تعمل كادنس، وأحس أنا إنه انتهت الأغنية، فاجأة لا ما انتهتش وكملت. فكان مفروض تعمل هذا التلاعب اللي نسميه إحنا الكادنس الكذاب حتى إحنا نقدر نستمر معها بالأغنية، بس هذه اللي فشلت فيها ما تبقى. شو ست أمل؟ يعطيك العافية. مش لأنك أنثى بدي أقول لك طلتك حلوة فعلاً، بتعرفي تتصرفي بلبسك وبمكياجك وحضورك كحضور فنانة على مسرح، لكن وطبعاً هي نصيحة حلوة يعني بقول لك اياها، بتحيكي وانت تغني هيك بصير تطرز تطريز فلسطين او اللي بدك اياه، بس هاي الحركات عم تعمليها تقريبا بكل الاغنيات، حاولي لغه جسدك تكون مناسبه لمضمون الاغنيه تغيريها. غير هيك انا بحب كثير كيف تتصرفي بالغناء، بحسك عارفه شو عم تعملي، عارفه وين رايحه، سامعه الموسيقى وبتحلقي يعني متمكنه من المغنى، وحتى اليوم انتبهت انك اخذتي بنصائح معلم تطوير الصوت رحيب حداد، وقلتي له عم بيقولوا لي بالفعل حاولت تنزلي اكثر لمناطق تريح منطقه التنفس تبعتك اللي كثير موجوده او الغناء اللي بالانف. فبشكل عام انا برايي حفظت على مستوى مشابه كثير للحلقه الماضيه، وانا كثير سعيده في حضورك. شكرا. استاذ حسام. منال يا عروس البحر يا حلم الخيال، الليله مطلعك عروس بحر، مجبور احييه كمان مره نلبسك الليله، بصراحة إشي جميل جدا. الأجمل من هيك اللي بدنا نقوله يعني. فيما يخص ليش أنا جاي هون، كل حرف وكل همسة سمعتها واضحة كاملة، مش بس من ناحية الكلام، من ناحية إحساسك في الكلمة وكيف تاخديها تاكليها تهضميها وتوصلينا إياها ملحونة، يعني جبتها العجينة لتتيها بها الزيت والسكر وطعمتينا إياها حبة حبة. الله يعطيك العافية. والعلامات نشوفها، ست أمل 15، دكتور غاوي 14، وأستاذ حسام 14. 43 من 45 مجموعك يا منال. منال مجموعك 43 مجموع حلو كتير، بس بعد في 55 اللي أنت في انتظارها من الجمهور، ذكر الجمهور أنه رقم تصويتك 4 وأطلب من هني صوتوا لك. أول إشي بوجه تحية لبلد الغالي على قلبي دير الأسد، ولجميع البلدان في فلسطين 48 وفي فلسطين بشكل عام في كل العالم العربي، بتشكركم كثير، بتمنى تكملوا معي المشوار، بتأمل تدعموني للآخر. شكرا لكم كثير. شكرا يا منال.
شكرا منال موسى، شكرا لك. سهرتنا بعدها مكمله، وإسا رايحين نسمع من مجد الكروم هيثم خلايلي، بس كل هذا بعد الفاصل.